يدعو جميع العراقيين في المحافظات كافة للخروج بمظاهرات كبيرة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب غدا الأحد الساعة 6:00 عصرا، وأنا هم أطلع وياهم بالمظاهرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن حملة إنهاء الإفلات من العقاب. الدعوات اليوم منتشرة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي، أغلب الأماكن المعنية بإيصال الأخبار إلى الناس. اليوم هناك حملة من العراقيين في الداخل والخارج لتنظيم مظاهرات ووقفات تضامنية مع ذوي الضحايا داخل العراق، وكذلك لإيصال رسالة إلى العالم بأن العراق اليوم ترتكب به الجرائم دون رادع، دون محاسب، دون من يقف ليعتقل أو يطبق القانون على كل من يخالف هذا القانون داخل العراق. هناك حملة إنهاء الإفلات من العقاب اليوم في أكثر من 14 دولة عالمية خارج العراق، أوروبا، آسيا، أفريقيا، دول كثيرة، أمريكا طبعا. هناك حملة منظمة من قبل الجالية العراقية في الخارج، المغتربين، نشطاء، مثقفين، إعلاميين، صحفيين، وكثير من أطياف المجتمع العراقي في الخارج تنظم الآن وتدعو لتكاتف ومشاركة عراقية واسعة لإيصال رسالة قوية ومؤثرة إلى العالم بأن العراق اليوم ضاق ذرعا بما يحدث داخل العراق، وأنه لابد من مساعدة العراقيين لإنهاء هذا الإفلات من العقاب الذي يعيش فيه العراقيون منذ عام 2003 ولغاية اليوم. طبعا مشاهدينا الكرام، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال إن الإفلات من العقاب في العراق استهانة بأرواح العراقيين، وأوضح أن الشعب العراقي عانى منذ الاحتلال من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع، ويمثل عدد كبير من هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ويتحمل الاحتلال والنظام الذي نصبه بعد عام 2003 مسؤولية هذه الجرائم والفظائع المستمرة التي ترتكب ضد العراقيين. أضاف أيضا أن هذه الحكومات قامت بارتكاب العديد من الجرائم، منها جرائم الإبادة الجماعية والاعتقال التعسفي والقتل خارج القانون واستهداف الصحفيين والناشطين والإخفاء القسري والتعذيب والتهجير والاعتداء على المال العام، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. أيضا مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام، دعوة الآن للعراقيين، دعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في الحملة التي يترأسها كثير من المتضررين، من عوائل الشهداء، من الناشطين، من المتظاهرين. مثل ما شفتوا المقطع في بداية الحلقة، والدة الشهيد إيهاب الوزني تعلن مشاركتها يوم غد الساعة 6:00 عصرا في العراق لدعم هذا الشعار، لإيصال هذه الرسالة بشكل أقوى إلى العالم، خاصة وأنه داخل العراق الحكومة هي جزء من هذا الفساد وجزء من هذا الإجرام، وهي التي سمحت بإفلات المجرمين من العقاب، وبالتالي الرسالة هي للعالم. لعل وعسى تصل ويكون هناك دور دولي لمساعدة العراقيين على إنهاء الإفلات من العقاب. كيف تنظرون إلى هذه الحملة؟ كيف تتابعونها؟ هل أنتم مؤيدون للمشاركة بها أم أنتم معارضون لها؟ الأسباب بإمكان حضراتكم المشاركة بكل الآراء ولمناقشة هذا الموضوع معكم بخصوص هذه القضية. هل تعتقدون أن إنهاء الإفلات من العقاب في العراق سيصحح المسار، سيثبت قواعد النظام، سينشر فكرة الأمن واستقرار الدولة، أم أن هذه الحكومات غير قادرة أو ربما لا تريد أيضا أن تطبق هذا النظام أو هذا القانون لأنها مستفيدة من الفوضى الحاصلة؟ طبعا مشاهدينا، يعني نعود يوم أمس كنا نتحدث عن قاتل الشهيد إيهاب الوزني، وهو كان ضمن إطار المفلتين من العقاب. عرضت قناة العراقية الحكومية الشخص القاتل وقالت بأنه هو تقف خلف جماعة خارجة عن القانون، لم تسميها، لم تذكر من هي الجهة. طيب، هناك تغريدة لنشطاء طبعا، أو تغريدات لنشطاء في موقع تويتر، منها تغريدة بارزة دعونا نقرأها لحضراتكم.
وزير عراقي الصفحة هي في موقع تويتر نشر تغريدة وقال فيها بأن مسرحية القبض على قاتل هشام الهاشمي رسالة إيرانية تحمل في طياتها أكثر من مضمون. أولا، تبرئة الحشد من الجريمة. ثانيا، رفع أسهم الاطلاعات الكاظمي لأنه سيبقى رئيسا للوزراء بدون انتخابات. ثالثا، تبرئة قوى اللا دولة وإدانة قوى الدولة، علما المجرم منتسب في أمن الحشد دائرة البعيثة. طبعا وهو يقول أيضا ومفرغ من الداخلية مع المجرم الكناني، يوجد مجرمان، الأول أبو خميني والثاني مجتبى سعيد الكناني، وكلاهما في إيران حاليا يستلمان رواتبهما في الكي كارد من طهران. هذا الشخص سوف يتم تهريبه إلى إيران قريبا بعد أن ينسى العراقيون الموضوع وينشغلون بموضوع واغتيال آخر. أحمد الملا طلال المتحدث السابق باسم مصطفى الكاظمي قال بأنه شخصان من الأربعة الذين نفذوا عملية الاغتيال ضد هشام الهاشمي تم تهريبهما إلى الخارج عن طريق جهات حكومية موجودة داخل السلطة ومعروفة، ومع هذا لم تذكر السلطة من هي هذه الجهات. هذا الموضوع مشاهدينا الكرام هو اللب أو جوهر القضية التي نتحدث بها اليوم، الإفلات من العقاب. جهات حكومية متورطة متواطئة بعملية تهريب القتلة، الدفاع عنهم، أعطاهم امتيازات ربما بعد أن ينفذوا هذه العمليات. وخلنا نشوف أيضا ضمن هذه الامتيازات هذه الصورة التي ستعرض الآن، وثيقة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي يقال بأنها جدول ترفيعات لضباط كما تلاحظون. طبعا الاسم الأخير أتمنى بس أنه يظهر بشكل أوضح، الاسم الأخير يا شباب، نعم، أحمد حمداوي عويد معارج كما تلاحظون، تموز 2021، جدول بأسماء الضباط مستحقي الترقية وكالة الوزارة كما تلاحظون، وهو للشؤون الإدارية والرتبة الحالية وهذا الرقم الإحصائي وما إلى ذلك. هذه الصورة يعني متداولة الآن بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للترفيع. هل هي مكافأة لهذا القاتل من قبل وزارة الداخلية أو من قبل الميليشيات التي تحركه ربما داخل وزارة الداخلية؟ أين الحكومة؟ هل هو خبر صحيح أم هو خطأ؟ يعني ننتظر التأكد من هذا الموضوع في المستقبل، لكن هذا الشيء وارد في العراق اليوم في ظل كل ما يحدث، في ظل تأكيد بأن وزارة الداخلية مخترقة وأنه لا يوجد من يحاسب ولا يوجد من يحاسب أيضا. اليوم الكل بإمكانهم أن يفعلوا ما يشاءون طالما هم متأكدون أنهم بعيدون عن المحاسبة والمعاقبة في ظل ضعف القضاء وفساده والضغط الحاصل عليه. كما قال هادي العامري، احنا نقدر نضغط على القضاء وبنم ما يتهدد، هذا تصريح من هادي العامري. معنا اتصال السيد عدنان من ابو غريب، تفضل. احبك بالله استاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله، بارك الله بك. احبكم واحب كل كادركم. الله يسلمك، حياك. الوطني، انا اتابعكم من 2007. نتشرف بك. يعني ما معروف هو قتل هاشم الهاشمي. نعم. تعرفوا؟ نعم. حتى سالفصل لم يعرف من القتلة. طيب. هاي أجندات تابعة الجار السوق. نعم. سيد عدنان لو تنص صوت التلفزيون لو سمحت. يعني أنا كنت في منطقة الزعفرانية. نعم. مجرد يعني من صار دخول داعش يجيبون شهداء من الحشد الشعبي، يجيبون من أي منطقة. أي. الشهداء يقومون يقتلون بالسلة. نعم. ومش يقتل بالسلة هم. جماعة الأحزاب كلها. نعم. وما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
سيد عدنان، اليوم اكو دعوات للتظاهر ووقفات احتجاجية واعتصامات في دول كثيرة حول العالم لترسيخ فكرة أن العراق يعاني من الإفلات من العقاب. اليوم داخل العراق أي جهة تحمل سلاح إن كانت داخل القانون أو خارج القانون، يعني داخل الدولة أو ميليشيات، تستطيع أن تفعل ما تريد ولا يوجد قانون يحاسب. الكل بإمكانهم اليوم يرتكبون جريمة ولا يوجد من يعاقب. اليوم العراقيين يرفعون شعار إنهاء الإفلات من العقاب. تعليقك على هذا الموضوع، هل أنت متضامن؟ ولماذا برأيك ارتفع هذا الشعار اليوم بشكل كبير عن ما سبق؟ شو ضامن تقدر تعبر عن رأيك؟ أنا اليوم لما يجي واحد يقتلني أنا في منطقة الزعفرانية، نعم، تجرت لبغة. طيب من يجي أحد يقتلني، شو مدري أنا من فلان طائفة؟ طيب، وأصبحت الحسينيات وأصبحت الجوامع مكتبة. طيب سيد عدنان، أنا أشكرك، صوتك مو كلش واضح، شكرا جزيلا لك للمشاركة. عندنا محمود من الموصل، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اللي قتل كامل وجني والصحفي، هذا جرائد، هذا العاملي، هذه سرية دموية، هذه بجرف الصخر. نعم، سرية دموية إيرانية هجبت على القتل، يعني إيران أساسها دموية للدول العالم. هذا سرية وقرايب هذا العامري قاعد يلعبون بينا. والله العظيم إذا تجي لك معامل الحرمة، اليوم حرمة قامت تبكي بالشارع، حرمة تبكي بالشارع. احنا نطلب مظاهرات كافة العراق، اللي حامينا مصطفى الكاظمي أو حامينا قاعد يحكي خوش حتى ما نعرف عنه الصدر. الصدر إذا جت للحقيقة التحوية العراق، احنا حرمة يجون يقول النسبة للعصائر، العصائر صفت الموت الساد وصير بات الذبح مذبوح النار، صفت لك اياه كل الاراضي، الساحات القديمة ضاعوها كلها، والله على تركيا وبيران وسوريا، والله ضاعوها عينك عينك. يا احنا نطلب مظاهرات من واحد ثمانية ما نقف إلى واحد عشرة، ومن يعبروا لنا تقدموا لنا سلاح، والله احنا لهم على الله. يعني هذول جايين دول صاروا فرجة للدول، وشوف مصطفى الكاظمي يتحرك وخايف، الرجال خايف، ما يد وحده ما تصفق، اي ما تصفق، ما تصفق يد وحده. احنا هذول جايين هنا، هذا كان ايراني، هذا العامري نور المالكي، سواء متاز بالطيارات بكركوك وبديالة، ومثل ما سوى لما الدواعش هم بالموصل، هو ذبح السبيكر كلها، طلع على مدار الحاج حرس الثوري، حرس الثوري. طيب، معسكر أشرف عندك وجف الصخر قسم بيه حط طيارات مقاتلة، أقسم بالله العظيم مخفية جوا الجاع. طيب سيد محمود، أنا أشكر حضرتك من الموصل، شكرا جزيلا لك للمشاركة. في لقاء على شاشة قناة الحرة عراق، وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب في تصريح قال بأنه عبد العزيز الحكيم أبو عمار الحكيم طلب منه، من وزير الداخلية في وقتها في حكومة أياد علاوي، بأنه يقبل انضمام عناصر من ميليشيا بدر لأجهزة وزارة الداخلية، والوزير طبعاً قال أنا أتشرف بكل عراقي وطني وما عندي مشكلة ينضمون كأفراد بس مو كمجموعات. وزير الداخلية الأسبق في حكومة إياد علاوي يؤكد أنه عرض عليه من قبل الميليشيات، وكانت هناك طلبات كثيرة من قبل زعماء الأحزاب والميليشيات في بداية الاحتلال بإدخال الميليشيات إلى الأجهزة الأمنية داخل العراق، إلى وزارة الداخلية تحديدا. هو تحدث عن وزارة الداخلية وقال بأنه عبد العزيز الحكيم طلب مني أن أقبل دخول عناصر ميليشيا بدر
إلى وزارة الداخلية، وأنا قلت له أرحب بكل عراقي وطني. هذه النماذج هي التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه الآن. كيف يقبل وزير داخلية أن يدخل ميليشيات غير نظامية ولاء خارجي ومعروف ولاءها؟ هي من أول ما نشأت هي تتدرب في إيران وقاتلت العراقيين في الحرب العراقية الإيرانية. كيف يقبل وكيف يصفهم أصلا بالوطنيين؟ أبو عبد الله من بغداد تفضل. أبو عبد الله موجود؟ أبو عبد الله، أبو عبد الله من بغداد تسمعني؟ ما موجود. أبو محمد من الناصرية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا. تحياتي لك والقناة الرقمية. حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، احنا شوية نفرق عن الموضوع، يعني شوية. البارحة أول البارحة طلع سيد رشيد الحسيني قناة الفرات يقول هذا الأحداث اللي صارت بالناصرية حصلت مستشفى ابتعاد الناس عن الله سبحانه وتعالى. ومكان ما يقول يعني تقصير حقوقه أنه يقول ناس مجرمة، ناس سارقة، ناس باقت الناس نهبة العراق. نعم. وهذا شنو الجديد؟ لأنه هاي الناس المعممة هي اللي تغطي على الحكومة وعلى جرائم الحكومة. احنا ما خرج بهذا الكلام، ما خرجنا برا الموضوع. الموضوع اليوم عن اللي يروجون لفكرة إنهاء لفكرة الإفلات من العقاب. اليوم العراقيين يدعون إلى إنهاء الإفلات من العقاب بسبب هذه النماذج التي تغطي على المجرمين. عقاب ماكو، لأن الميليشيات هي تحكم بالعراق. احنا ما عندنا دولة. نعم. احنا دولة ما عندنا، عندنا ميليشيات هي اللي تحكم بالعراق. ليش ماكو عقاب وكل رئيس وزراء يجي يقول لك أنا ماكو غيري؟ أستاذ محمد بس أعطيك فد نقطة شوية هسه شفتها على اليوتيوب، موجودة على اليوتيوب. تفضل. فتحوا مستشفى بإيران. إي. مستشفى بإيران على نفقة السيد علي السيستاني من مثل الطوابع. وبإمكانك هسه تدخل على اليوتيوب تكتب مستشفى فخر النساء. هاي صار لها فترة، هاي مو هسه. المهم أنا اليوم شفته. نعم. يعني هذا يعني اللي قاعد بالعراق ياكل من خير العراق وولائه الى دوله ثانيه، زين. احنا يعني ما يعني احنا مو كان مستشفى كرفانيه عندنا، هذا يصير عندنا بالعراق ليش محرم؟ يعني بينجن بالعراق مثلا، زين. هاي الفلوس منين اللي بنوا بها المستشفى؟ منين يعني؟ بالاضافه الى هذا حتى بس احنا نسد هذا الموضوع، لان نرجع الموضوع انه الصحف الرسميه الايرانيه اكدت تبرع المرجعية في النجف بمليون دولار لمساعدة إيران على مواجهة فيروس كورونا، وإحنا كورونا دينخر المستشفيات بالعراق والعراقيين. أستاذ محمد، يعني إحنا ما عدنا أرض نبني بيها، ليش ما عدنا اللي نبني بإيران وفلوس عراقية؟ طيب يعني اليوم برأيك دولار. اليوم برأيك أبو محمد، شلون يمكن تحقيق فكرة إنهاء الإفلات من العقاب؟ شلون اليوم ممكن يطبق القانون بالعراق؟ ما يطبق سيد محمد. شلون ممكن يطبق؟ أنا قلت شلون يطبق. إحنا هسه ما تخدمنا لا انتخابات ولا تخدمنا، يخدمونا ناس وطنيين يسوون انقلاب عسكري ويكون من السنة، من أخواننا السنة، من أخواننا السنة. أنا أبدأ أكد علينا أن السنة أخواننا ما عندهم ولا لأي دولة، ما يشتغلون ذيول الإيران وغير إيران. إذا ما يصير عندنا مثل مصر قادة حكمونا. سيد أبو محمد واحد ولا سيد واحد أبو محمد، أريد أسأل حضرتك، إيش قدمت الانقلابات العسكرية للعراقيين حتى تقدم اليوم غير الدم والفوضى والحروب والحصار؟ إيش قدمت هذه الانقلابات العسكرية؟ أنا اليوم خلينا بموضوعنا، وخلينا نشوف بأنه اليوم العراقيين كيف يمكنهم أن يوصلوا الرسالة إلى العالم. شلون ممكن اليوم إحنا نسمع العالم
بمعاناتنا. اليوم هناك مشكلة كبيرة، وهي مشكلة أنه بإمكان أي أحد يرتكب أي جريمة اليوم داخل العراق، ولا يوجد من يحاسب، وإن حوسب يدفع فلوسه ويطلع. إيه. شلون ممكن تنتهي هاي الفكرة؟ أستاذ محمد. أستاذ محمد شو يسوي؟ الشعب طلع مظاهرات كتلوا بالشوارع، ولا دولة دخلت، ولا دولة قالت ليش، ولا دولة احترضت عليهم. يعني الشعب شو يريد يسوي؟ يطلع باكر همه ويندد ومظاهرات يكتلونا ويرجع. أكو غيرها يعني؟ يعني هي مو هاي السلمية اللي يطالبون بها سلمية وسلمية؟ إيش قد دفعنا بالسلمية؟ بس إذا على هذا المبدأ، إذا على هذا المبدأ الناس تمشي يا أبو محمد، الناس معناها لا تتظاهر ولا تشتكي ولا تحكي. إذا نمشي على هذا المبدأ إنه الناس طلعت انضربت وخلص ينسد الموضوع، تنتهي القضية، يظلون يحكموك مننا المليون سنة. هاي ما تعرف الديمقراطية، هاي الناس مجرمة، ميليشيات مجرمة سال محمد، ميليشيات مجرمة تقتل وما حد يحاسبها بالعراق، ما حد يحاسبها بالعراق. يعني انت مقتنع بهذا البارحة طلعوه الكتل الاستاذ هشام الهاشمي؟ ليش ما قال انا منتمي لاي جهه؟ ليش ما قال؟ ليش ما قال؟ من الدفعه؟ وشنو العداوه بينه وبين هشام الهاشمي؟ ليش ما قال؟ نعم سيد ابو محمد، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. ابو ايسر من تركيا تفضل، حياك الله. الله يسعدك استاذ. الله يسلمك، اهلا وسهلا. شلونك؟ الله يسلمك، حياك. أستاذ احنا قلناها بحلقات سابقة، الكاظم يريد يشتغل بس مكتفين ايديه. وبالنسبة لل مو هاي النقطة اللي حضرتك ذكرتها، تطبيق. نعم. تطبيقها وين على أرض الواقع؟ منو اللي قال إن هو يريد يشتغل؟ اللي يريد يشتغل أول ما يبدأ يروح المقر الميليشيات يلبس لبسهم؟ هذا اللي يريد يشتغل؟ هو يعرف عدة الملفات، لأن هو رئيس مخابرات أستاذ. نعم. انت تعرف دوائر المخابرات كل الملفات الخارجيه والداخليه بيديهم. يعرفون اي تحرك اذا كان من الخارج من ايران او غير دوله، عندهم ملفات كامله انه هاي دول الاشخاص. انت تعرف قضيه البعيثه؟ نعم. من طبوا على جماعه كتاب حزب الله اللي يطلقون صواريخ الكاتيوشا. نعم. رأسا يعني من اعتقلهم قامت الدنيا ما قعدت. ليش؟ لأن هم حكم الميليشيات هو على العراق بتمثيل إيراني. الرجال قعدوا على الكرسي قالوا له احنا نقعدك على هذا الكرسي، هذا لك هذا إنه تطلع من الطريق احنا نشيل عنك إذا هو مو قدها وما عنده قدرة ولا صلاحيات ورئيس وزراء بس بالاسم. هو عنده قدرة. إيش عنده؟ لو عنده قدرة كان سوى شيء. بس اسمح لي، إذا عنده. ليش باقي بعده بالمنصب؟ الإنسان اللي يريد القدرة يكون شجاع. أول شيء عنده مكافحة الإرهاب. طيب. مكافحة الإرهاب تعتبر عنده فرقة كاملة. إي. ويحصنهم فرقة من الجيش. يعني شلون نقول الحرس الجمهوري. شنو الضامن أن هذه الجهات الحكومية ما مخترقة مثل ما وزارة الدفاع مخترقة؟ اليوم الميليشيات تلقاهم بكل مكان، ضباط الجيش والشرطة بعضهم عندهم ولاءات للأحزاب، يأتمر بأمرة زعيم الميليشيا ويأتي أمر مباشر من القائد العام للقوات المسلحة ما ينفذه. مين نفذ؟ شلون لعد بإمكانه يغير هالأدوات؟ أستاذ الأغلبية أنت تعرفهم من طائفة واحدة، يعني أغلبية القادة العسكريين ماكو قائد سني، كلهم يتحكمون باسم الأحزاب. والحرس الثوري، قائد الحرس الثوري الإيراني دا يقول علني، دا يقول الملف الأمني بيدينا وليس بيد الحكومة العراقية. طيب. إحنا نقرر وإحنا ننفذ. أنا أشكرك يا أبو أيسر من تركيا. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام مرة ثانية دعوة والدة الشهيد إيهاب الوزني للمشاركة بحملة إنهاء الإفلات من العقاب التي دعا إليها الكثير من النشطاء الإعلاميين، الصحفيين، المتابعين للوضع بالعراق. كل من ينظر إلى القضية العراقية بنظرة وطنية يدعو اليوم إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتنظيم هذه الحملة في دول كثيرة، أكثر من 14 دولة عالمية تنظم فيها الجاليات العراقية حملة اليوم لإنهاء الإفلات من العقاب. يوم غد تنطلق هذه الحملة في العراق
كما تقول السيدة والدة إيهاب الوزني الساعة 6 عصرا. خلونا نشوف المقطع. ندعو جميع العراقيين في المحافظات كافة للخروج بمظاهرات كبيرة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب غدا الأحد 6 عصرا، وأنا هم أطلع وياهم بالمظاهرات. إذا المشاهدين استمعتم إلى هذه الدعوة من والدة الشهيد إيهاب الوزني، هذه السيدة التي لم تكل ولم تمل من المطالبة بحقها بمن قتل ابنها بدم بارد. محاسبة هؤلاء هو مطلب عراقي للجميع، محاسبة من يرتكبون انتهاكات، ولا يوجد قانون يحاسب. اليوم العراقيون يطالبون بمحاسبة كل من يرتكب جريمة قتل، اغتيال، تصفية، اختطاف، تهجير، أي جريمة بأي شكل من الأشكال، طالما هو في بلد يغيب عنه القانون. إذن العراقيين يحاولون اليوم أن يوصلوا رسالة إلى المجتمع الدولي، إلى دول العالم، بأنه هم يعيشون في بلد يخلو تماما من كل مقومات العدالة، ولا بد من مساعدة العراقيين دوليا على التخلص من هؤلاء، ووضع إطار قانوني ونظام يسير العراقيين ويسيرون عليه في بلد يكون خالي من أدوات العنف والميليشيات والأحزاب والفوضى بشكل عام، ويطبق فيه قانون رادع لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة أو انتهاك. عندنا علي من بابل، تفضل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة لك يا أخ محمد ولقناة الرافدين. حياك الله. الله يحييك أخ محمد. نعم. الإنسان من يتمرض يروح للطبيب، لو وين يروح؟ غير يروح للطبيب يشوف العلة مالته. صحيح. احنا العلة وين هسه؟ احنا بشيت هذا العراق والخراب، العلة وين؟ وين؟ العلة حقيقة هسه اقول لك هذا طائفي، لو لا بالله، انا رجال من الجنوب وشيعي وانتقد مجتمعي، انا قاعد البيئة اللي عايش بيها قاعد انتقدها. طيب. وقاعد اشوفها بواقع الحال بعيني. أنا ما عايش بالغربية وقاعدتها من الجنوب، لا. أنا رجل عايش بالمناطق الشيعية وقاعد أشوف. هسه خلينا نقول الشيعة تقريباً 20 مليون شيعة. نفرض هذا صير طائفة. طيب. 20 مليون؟ طبعاً مع تحفظي على هاي المصطلحات شيعة وسنة، أنا أرفض هذا الكلام، لكن أريدك توصل الرسالة، تفضل. أتفضل. والله العظيم أقسم بالله العظيم. أنا أعشق السنة أكثر من روحي، يشهد الله، مو طائفي آني، بس نعم. لازم نحكي الحقيقة أخ محمد. طيب. لازم نخلي النقاط على الحروف. طيب. إحنا منظر اليومي، إحنا ترمت قناتكم، إحنا هذا إعلام واللقاءات ما جاي نطلع العلة وين؟ العلة إحنا مجتمع الجنوب قمة التخلف والهمجية أخ محمد. مع تحفظي على هذا الكلام التخلق. العموم مرفوض. لا. حضرتك إنسان لا. واعي ومثقف وتفهم إنه التعميم غلط. نعم. انا اقول لك انا ما اقول لك انا بس اقول لك 80 يعني البارحه انا طبقت صور عصري والله العظيم اتوقعت احنا ب 1950. طيب يعني خلي اسالك سؤال سيد علي. اليوم اذا عندك دوله مجتمعها الوعي والثقافه بمستويات متدنيه، خلينا نقول، اليس من دور الدوله الحكومه اللي تهتم بمصالح الناس والقيام على تثقيفهم وتوعيتهم أنه هي تكون الأداة اللي ترفع من مستوى الثقافي والوعي عند الشعب، وتحاول أن تنهي هذه النزاعات والصراعات الداخلية وتسيطر على الوضع وتأمن البلد وتنعش الاقتصاد؟ هذا مو دور الدولة؟ احنا ليش بس ننتقد الناس أنه هي بهذا الحال؟ من اللي وصل العراقيين إلى هذه القتال، إلى هذه النزاعات والصراعات والاقتتال؟ منو اللي نشر التخلف والجهل والخرافات بين أبناء الشعب العراقي؟ منو؟ نعم أخ محمد، أنت سأل أجيب لك معلم يقدر يخرج طلاب يعني يفتخر بيهم؟ احنا نفرض بس احنا عندنا رئيس وزراء وحكومة. حكومتنا منين جاية؟ جاي من هذا الشعب الفقير، جاي من ناس بسيطة لا عدة ثقافة لا شيء، وصار مسؤول. شو ما تلقى منها يعني شيخ زايد هم درس هم اخذ الشهاده، رجاله شر الصحراء وحولها الى جنه. ترى مو بالشهاده ولا بالانتخابات، يراد لنا رجل يجي مثل شيخ زايد
لا حد يمدح لي بالشهاده وهذا عنده شهاده، لا 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 والله العظيم اللي يفكر بهيك مصطلح قسما بالله خلينا ناخذ تجربه الشيخ زايد، يراد لنا واحد مثل الشيخ زايد. رايك شلون ممكن يطبق فكره او تطبق فكره انهاء الافلات من العقاب في العراق اليوم؟ شلون ممكن العراقيين ينامون مطمئنين على حياتهم وحياه ابنائهم تحت مظله قانون يحمي؟ شلون ممكن تطبق هاي السياسه وهاي النظريه؟ هل اكو ادوات اليوم موجوده بالعراق تساعد على هذا الشيء؟ والله استاذ عمر محمد العفو نعم. الاعلام انت لو شوف الاعلام مالتنا يعني باقي القنوات ابدحكيها بالعاميه حقيقه ابدحكيها القنوات التشريعيه، انت يوم عن يوم قاعد يزيد العنف والقتيل وشيل السلاح والى اخره، نصف هذا لا تريد توعي الشعب. الاعلام اخي محمد الاعلام نعم. يعني انا مرات ابغى القنوات المصريه يحكي بلغه يا عمي مالكش دعوه ايه اللي قرا يحكي باللغه مالتنا، احنا اعلامنا يحكون فصحى ما يوصل كل اللقاءات ما جاي يطيحون على العله، الاعلام نصفته يعني هسه الاعلام مالتنا هذه القنوات الشيعيه قاعد يزيد التخليف والجهل والى اخره. طيب. انت شلون تريد هذا يوعى الشعب؟ الحل باختصار يا علي، الحل برايك اليوم اكو دعوات يوم غد لتظاهرات وانطلاق حملة إنهاء الإفلات من العقاب في أكثر من دولة، أكثر من 14 دولة عالمية، وداخل العراق أيضا هناك دعوات، أنت ستكون مشارك ضمن هذه التظاهرات؟ والله حقيقة أخاف، أنا هم أطلع أخاف صارت صعوبة أخاف. طيب أخاف. أنا أشكرك يا علي، أتفهم وضعك، أنت في بلد غير آمن، بلد غير مستقر، بالطبع تخشى على حياتك وحياة أبنائك، بس انت مو اقل من اللي دا يطلعون ولا هم اقل منك اللي دا يطلعون في الشوارع اليوم ليطالبوا بحق البلد. اذا تريد يتغير لازم اكو تضحيات، لازم اكو مساهمة من العراقيين لرفع الظلم عن بلدهم. اذا الكل يمشي على هذا المبدأ بصراحة مستحيل يحدث تغيير، اذا ما راح يكون اكو تكاتف وازالة هذا الخوف من قلوب العراقيين والإقبال على محاولة إزاحة هذا النظام وإزالة هذه الميليشيات، يعني ما أعتقد أنه الوضع ممكن يتغير. صباح من بغداد، تفضل. أهلا، السلام عليكم. كان عندنا صباح من بغداد، من وياي؟ من معي؟ السلام عليكم سيد محمد. صباح تفضل، حياك الله، بعدين نأخذ سجاد، تفضل يا صباح. بالنسبة لموضوع الملف الأمني المتدهور، هاي الخطف والقتل وغياب القانون كله مرتبط من جهة سياسية متدخلة بالموضوع، من جهة نعم. سلاح المنفلت والقضاء العراقي مخترق من قبل منه، من قبل قادة الأحزاب وقادة الموجودين بالحشد والناس الولائيين. فتشوف احنا الجرائم اللي تصير الجاني يعني المجرمين يفلتون، ليش؟ لأن القانون وياهم والقانون مسيطر عليها، مثل القضية اللي صارت قاسم مصلح وكل العالم تعرفه هو وأخوه، كانوا أداة قتل بيد الميليشيات الولائية ويقتلون بالمتظاهرين ويقنصون بيهم ويخطفون ماخذين راحتهم كربلاء وبالنجف. نعم. فشفنا الأدلة موجودة، وأم إيهاب الوزني المجني عليه يعني عندهم أدلة وتهديدات من أخوه اسمه يمكن علي. ليش القضاء العراقي أطلق صراحة لعدم كفاية الأدلة؟ هذا نموذج بسيط، يعني جاي نشوف احنا القضاء العراقي مخترق. نعم. من قبل حزب الدعوة ومن قبل الحشد ومن قبل هواي الناس مسلطة وبدر، منظمة بدر، وحتى بعض المرجعيات مسلطة على القضاء. القضاء العراقي غايب، ما عندنا اي قضاء، وحتى السلك الضباط التحقيق كلهم ناس مخترقين، كلهم أداة بيد الحشد أو بيد أحزاب أو بيد قادة كتل. والدليل اللي الفيلم المفبرك اللي البارحة عرضوه الملازم الأول اللي هو بالداخلية اللي قاتل هشام الهاشمي. نعم. يعني شفنا الفيلم احنا شلون انت ملازم أول وهاي التحقيقات شفتها طلعت بالتلفزيون، مصطفى الكاظمي ما استحيت على نفسك؟ يعني هذا الملازم الأول هل من هل وراء. هل تغلق هذه اللقطات اللي شافها العالم ملف القضية؟ وين باقي اللي ارتكبوا الجريمة؟ وين الجهة اللي تقف خلف هؤلاء اللي حركتهم على ارتكاب هذه الجريمة؟ شلون وزارة الداخلية مخترقة والموضوع يعدي بهذه السهولة؟ هل بإخراجهم لهذا الشخص لكبش الفداء هذا
أنه تم إغلاق ملف هشام الهاشمي، ألا تعتبر بالطبع هذه طريقة من طرق الإفلات من العقاب؟ بالطبع مصطفى الكاظمي وجهاز المخابرات والأمن الوطني خلّم هذا الضحية الملازم الأول، هو مو ضحية مجرم، لكن هذا من المفروض بتحقيقاتهم وبالفيلم المفبرك اللي نقول احنا ما كامل من ناحية من اللي دفع يقتل هشام الهاشمي. هو بي من مرتبط عدا وزارة الداخلية، لازم مرتبط بجهة من هيئة الحشد اللي هي كلها تحكي بيها، يقول لك حزب الله تابع هذا شخص إلى حزب الله، شلون جاب البعيثة، شلون طلعتوا للقناة، يعني الفيلم ما كامل. المفروض بيهم يسمون الجهة اللي أمرت بقتل وتصفية هشام الهاشمي. لكن هاي حادثة واحدة، وإيهاب الوزني الثانية، احنا عندنا آلاف مؤلفة من القتل والقطف وقتل النساء، حتى وصلت قتل نساء وأطفال على إيد السلاح المنفلت، السلاح اللي تحمي الدولة. يعني السلاح المنفلت الموجود بالعراق وبداخل بغداد وبالجنوب وبكل مناطق العراق محمي من قبل الدولة. يعني طيب هو سيد صباح، اليوم اكو دعوات من العراقيين للمشاركة بحملة إنهاء الإفلات من العقاب، برأيك ما هي أفضل وسيلة لإيصال الرسالة إلى العالم؟ اليوم هذه الدعوات هل تعتقد بأنها ممكن أن تكون مؤثرة لجذب أنظار العالم إلى القضية العراقية وإيصال الرسالة بشكل واضح أنه العراق اليوم يخلو من قانون رادع وحكومة ضعيفة أمام الميليشيات؟ بالطبع أستاذ، هذه التظاهرة راح تنقل أنظار الغرب وكل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمنظمات المجتمع المدني كلها راح تنقل الأنظار إلى التظاهر باكر، لأن حتى يعرفون أن العراقيين ما عندهم ثقة بالحكومة وأن القاتل يعني القاتل محمي من قبل الحكومة. هاي يعني رسالة واضحة من الشعب العراقي إلى كل من يهمه الأمر في الدول الغربية والإقليمية، في سبيل يعرفون أن المجتمع العراقي والشارع العراقي بكل أطيافه شيعته وسنته ومسيحة وتركمانة أنهم ضد هذا الموضوع بغلق تشكيل مجالس تحقيقية لمعرفة القاتل، ومجالس تحقيقية ما انتهت لحد الآن، آلاف مؤلفة غير هشام الهاشمي وغير إيهاب الوزني تم تسويف قضاياهم والجنات لحد الآن طليقين ويحملون باجات رئاسة الوزراء ومحميين من قبل مصطفى الكاظمي وأعوانه. طيب أنا أشكرك يا صباح من بغداد. سجى من الأنبار، تفضل يا سجى. ألو، تفضل يا سجى ونصي صوت التلفزيون لو سمحتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، علي صوتك يا سجى لو سمحتي. أنا سجى داعمكم، يعني طالب بالحق داعما. نعم. أنا زوجي فدين، يعني أطلب عندهم وطلنا العصر، يعني شلون يعني مبلعني، يعني ما بري لا منهم ولا عليهم، يحكمون 20 سنة. نعم 20 سنة، يعني حكم عندي أطفال، يعني شنو اللي يقال أكون علي إثبات علي شيء علي مشتكي، يعني لا مشتكي لا سينة، ينحكم 6 أشهر يأخذونه يساعدونه يحكمونه 20 سنة، يعني يضربونا بالتعذيب، لو تجيب مرتك عليك لو تعترف أنك تقول داعش آني. نعم اسمه أكو، يعني أكو بشر يعني يشهد له، يعني كثير بشر يشهد له أنه هو ما ويا داعش ولا ويا هاي التنظيم. من الجهة اللي اعتقلته؟ والله ما أعرف، هم جهة اعتقلته ورا 6 أشهر، إحنا ما ندري، يعني سألنا كثير عنه ما إلا صعدوا محكمة ونحكم يلا عقبة، هلا قالوا بالتسجيل. وكلتوا له محامي لو الموضوع تم بسرعة بدون ما حتى تلحقون توكلون محامي؟ والله احنا ما لحقنا عن محامي، يعني قبل ظل المحامي قال احنا 4 سجادات، يعني احنا وضعيتنا حال تعبانة واحنا بالمخيمات داخل. الله يكون بعونكم سيدة سجى، أنا أتمنى صوتك يوصل. أي نعم تفضلي. أتمنى يعني صوتي يوصل ويطالبون بالعفو، يعني هذا الظلم قسما بالله مظلومون بالسجون قسما بالله. أتمنى صوتك يوصل يا سيدة سجى، وأنا أشكر حضرتك للمشاركة، وأتمنى أيضا أنه هذا الصوت يصل إلى العراقيين الذين يستعدون للتظاهر لإنهاء الإفلات من العقاب. هذا الشعار أيضا يجب أن يتضمن هذه الأصوات وهذه النداءات المطالبة بالمظلومين داخل السجون والمعتقلات، هم جزء من منظومة العقاب
وجزء من منظومة من يفلتون من العقاب الذين يرتكبون مخالفات خارجة عن القانون، الذين قاموا بتغييب الكثير من العراقيين بدون وجه حق وبلا قانون، ويتنعمون اليوم بأموال ابتزاز من ذويهم، من ذوي المعتقلين، من ذوي المغيبين، مثل ما سمعتوا محامي يريد 40,000 دولار حتى يشوف القضية، يشوف المحامي شنو اللي بيده يسوي. عموما أبو محمد من الناصرية تفضل. أبو محمد من الناصرية موجود؟ أبو محمد من الناصرية تفضل، حياك الله. طيب خلينا نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام. عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم، نشكر هذه القناة المناضلة من أجل الصوت، الصوت الحر. القتلة هم الجاسوس هادي العامري، المالكي، والجاسوس الحكيم، والخزعلي، والفياض، جميعهم ولاهم لإيران، وهذه مشكلة كبيرة لأنها تمثل أنه هو مو ابن البلد. وهذا الملازم الأول قاتل الدكتور الهاشمي، هذا من أتباع، ما فهمت شنو هاي معناها. شكرا جزيلا أبو قسور، أبو قسور شكرا جزيلا لك. طيب أبو محمد من الناصرية تفضل، حياك الله. هذا الله يشعرك، مرحبا. أهلا وسهلا، حياك. شلونك حيني؟ الله يبارك بيك، الحمد لله. بالنسبة للكاظمية اللي يقول وياك تسمعني؟ اي اسمعك تفضل. اي بالنسبة للكاظمية، الكاظمية يتفق كل حد العدوات الموجودة، بس هو متفق وياهم ما يقدر يتحرك. شلون عيد لو سمحت، ما سمعت. الكاظمية موجودة العدوات، اي الجيش عنده، والداخلية عنده، والأمن الوطني عنده، الحكومة كلها جوا أمرته، هو وزير هو رئيس الوزراء، بس هو اتفاقية من جوا لجوا. شلون عند الأدوات، شلون عند الأدوات وهاي الأدوات مخترقة من الميليشيات؟ يعني اللي ارتكب الجريمة ما قتل الهاشمي هو ضابط بوزارة الداخلية وتابع الميليشيا حزب الله، مثل ما قالت صحيفة فرانس بريس. حبيبي فدوى أروح لك، هذا الضابط جاي المرتب اللي ملعينه وقاعد، هاي خطة مرسومة شنب. أصلاً مو هو هذا القاتل ولا هو هذا القاتل، هذا جايبينه متفقين وياه، جايبين ضغط الشارع صار علينا هو والحزاب الكاظمي والحزاب متفقين، طلع لنا خلينا نحقق وياه حتى الشارع يهدف، لأن هم لو تعاشوا مو واحد، أربعة مدري خمسة. نعم. كم عايشين موجودين أربعة مدري خمسة زين، وبعدين ليش هو ليش ما يحترف في أحد الوداع؟ الوداع ياهو. نعم. غير يطلع الوداع. نعم. لأن هم يركضون على وراء الأثر وعايشين السبع موجود يركضون وراء الأثر. هو موجود يعرفون خليه، لأن هسا إذا عندنا واحد حاطوا باقي لشخص غير يدقونه لما يجيب له إياه. طيب بدنا انا هسه هذا ما حد يحاكي، والله طالع ملمع ولا مطبوق ولا بأي شيء، ويقول وداك زين ليش ما يطلع الوياد قتله، ليش ما يطلعهم؟ طيب وصلت فكرتك سيد ابو محمد، انا اشكر حضرتك واعتذر الوقت ضيق، شكرا جزيلا لك. من الناصريه ام عمر من الموصل تفضلي. السلام عليكم عيني. وعليكم السلام ورحمه الله. أبويا أخويا، أنا عندي معتقل، أنا من أهل الموصل. نعم. ابني أخذوه تشابه أسامي. نعم. وأني اللي حاكيك والد الشهيد، وولاد اثنين عسكريين. نعم. وعندي ولد شهيد شرطي زين داعش قتله. نعم. وابني تشابه أسامي، طلعت مشهود من المنطقة، والمختار قال لي امشي أنا أبي أسدد، وبيتنا إيجار وقاعدة بنفس المنطقة. مسكت محامي، المحامي خذ الفلوس من عندي وكل شيء ما سوالي، بس طلعني شهود اثنين الصالح والابني. نعم. زين شهدوا له، اشو هناك قالوا انحكم 15 سنة. نعم. زين اشنو السبب؟ اطلعوا اسألوا بالمنطقة، يابا وين من اروح؟ تعال اخوي اسألوا بالمنطقة، اسألوا علي، اسألوا المختار،
اسألوا المركز يمي قريب، ما حد يدير بال، وراح الولد وضاع يا أبويا. يعني الله يقبلها، يخلي الحكومة يخاف الله ويضحك علينا، يضحك على هاي الشباب المظلومة كل نايمة جوا بالسجونات ليش؟ نعم أم عمر، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أشكرك سيدة أم عمر، أتمنى إن شاء الله صوتك يوصل، ويوصل للعراقيين، يوصل للعالم، يوصل خارج العراق، لأنه داخل العراق الموضوع ميؤوس منه. أنا يعني حقيقة مأساة كبيرة أنه يعيش العراق في أو يعيش العراقيون في دولة يغيب عنها القانون بشكل تام. يعني يكفي أنه الأمم المتحدة تصف المؤسسة القضائية والقضاء في العراق والقضاة بينهم فاسدون وفاشلون، وكثير من المنظمات الدولية التي تؤكد بأن القضاء مخترق، ويكفي أيضا حديث هادي العامري اللي يؤكد بأنه كل الأحزاب والميليشيات ومن داخل العملية السياسية يضغطون على القضاء ويتأثر القضاء بهذه الضغوطات. طيب نقرأ بعض الرسائل فيما تبقى من لحظات أخيرة. أبو عبد الله يقول: تحية طيبة إلى قناة الرافدين. أخي العزيز، لدي معلومات أكيدة من قبل أحد الأشخاص الضباط المنتسبين في الحشد في العراق الذي قام بحرق مستشفى الحسين هي ميليشيات بدر الإيرانية. هذه المعلومات أكيدة، أرجو منك أنه تتحدث عنها بصدق وأمانة. هذه الرسالة المهمة لأنه يجب على الشعب العراقي أن يعلم. شكرا يا أبو عبد الله. رسالة أخرى: السلام عليكم، أبو محمود من الرمادي، نطالب بإيصال صوتنا لرئيس الوزراء الكاظمي والحلبوسي، يشوفون صورة حل معرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. رسالة أخرى: هذا من اليمن الأخ، اللغة طائفية، أنا أعتذر. يعني شكرا جزيلا على ما تتفضل به من كلمات محبة وشكر وامتنان، لكن هناك مصطلحات أعتذر عن ذكرها. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.